متابعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هكلمكم عن زراعة الأسنان مع مريض السكر. إزاي نوصل لنسب نجاح عالية تتخطى 95% مع مريض السكر والزراعة، رغم أن كلنا عارفين أن مريض السكر بيبقى عنده مشاكل في الدورة الدموية والتئام الجروح وتكوين العظم. فإزاي هنعمل زراعة ونوصل لدرجة نجاح عالية مع مريض السكر؟ أول حاجة، مريض السكر اللي هيجي يعمل زراعة لازم يكون منظم السكر كويس جدا. وأنا طبعا مش هتكلم على تنظيم السكر من خلال المتابعة مع طبيب البطنة بتاعه أو طبيب الغدد، ممارسة الرياضة، الأكل الصحي، يعني أنا مش هتكلم طبيب مريض السكر إزاي ينظم السكر. ولكن اللي يهمني دلوقتي إن التراكمي بتاعه أو التحاليل التراكمي بتاعه تكون مظبوطة آخر 3 شهور. يعني خلال ال3 شهور دول لازم يكون التراكمي بتاعه ما يزيدش عن 10%. أقل من 10% أقدر أشتغل له وأعمل له جراحة أو أعمل له زراعة الأسنان، لكن فوق 10% طبعاً دوت بيبقى فيه خطورة إن الزرعة ممكن تفشل أو ما تنجحش. كمان ما اعتمدش على قياسات السكر الصايم والفاطر، لأن ممكن المريض في اليوم ده بالذات يكون السكر بتاعه منتظم بالصدفة، أو يكون مظبط السكر، أو يكون واكل أكل مش معلي معاه السكر. فما ينفعش إن أنا أعتمد على تحاليل الصايم والفاطر، ولكن بعتمد على السكر التراكمي. كمان مهم جدا مصارحة الطبيب بأن الشخص دوت أو المريض ده عنده السكر. يعني ما ينفعش تماما أني أخبي على الطبيب أني عندي السكر عشان يعمل لي الزرعة. طب ما الزرعة بعد كده هتفشل وهضطر أشيلها أو يحصل فيها مشاكل، وشيل الزرعة أصعب بكتير من أني أحط الزرعة. فلازم أصارح الطبيب أنا عندي السكر، باخد أدوية كذا والتراكمي بتاعي كذا، وبتابع مع الدكتور فلان، والسكر بتاعي منتظم ولا مش منتظم بكل أمانة وبكل وضوح. الطبيب لما هيعرف إن المريض ده عنده السكر كمان هياخد احتياطاته. أول حاجة هيستخدم تكنيك معين اللي هو يقلل بنسبة الجراحة أو الفتح الجراحي أو فتح اللثة الكبير. يعني هنحاول نشتغل لمريض السكر بأقل نسبة جروح وأقل نسبة اختراق للأنسجة. هنستخدم الدليل الجراحي أو السيرجيكال جايد، وده بيأهلني إن أنا بحط الزرعة على طول بدون أني أفتح اللثة أو أعمل جرح كبير أو خياطة كبيرة. كمان الطبيب بيعمل حسابه في نوع الزرعة، تكون نوع زرعة مناسب لمريض السكر. لو هيعمل خياطة بيختار أنواع خيوط معينة، لو هيدي بنج بيختار أنواع بنج معينة مناسبة لمريض السكر. يعني الطبيب بياخد باله بيعمل احتياطاته من كل ناحية، ومفيش مانع كمان إنه ينسق مكالمات مع طبيب البطنة أو طبيب الغدد اللي بيتابع عنده المريض. كمان بنتابع بالأشعة بعد وضع الزرعات مع مريض العادي اللي هو ما عندوش السكر. بنستنى ما بين 3 ل6 شهور سواء الفك العلوي أو السفلي علشان نبتدي نحمل التركيبة النهائية على الزرعة. ولكن مع مريض السكر بيبقى فيه متابعة أكتر بالأشعة، وبنشوف نسبة العظم اللي اتبنت وتكونت أو الأوسيو انتجريشن اللي حصل أو درجة التحام الزرعة بالعظم. لأن طبعا عارفين أن مريض السكر بيبقى عنده بطء شوية في تكوين العظم نتيجة المشاكل في الدورة الدموية، خاصة لو السكر ما تزبطش معاه الفترة ديت. ولكن أنصح طبعا بتظبيط السكر علشان الجرح يلتئم بسرعة والأوسيو انتجريشن التئام الزرعة بالعظم يبقى أسرع. طبعا لو في مشكلة هنضطر نأجل شوية مع مريض السكر، بدل 3 ل6 شهور ممكن يوصلوا ل8 شهور مع مريض السكر، ضمانا لأن الزرعة تبقى ثابتة. دي تقريبا كانت كل الاحتياطات لمريض السكر مع زراعة الأسنان. لو في حد عنده أي سؤال أو أي استشارة طبية بيكتب لي في التعليقات، برد على كل الأسئلة والاستشارات الطبية. ما تنسوش الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الآخرين طبعا لتعم الفائدة. مش هطول عليكم، بتمنى لكم دايما متابعيني دوام الصحة والعافية، واشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله.